هل سمعت عن فاكهة الكيوان من قبل وعن فوائدها الصحية؟ إليك أهم المعلومات حول فوائدها. هي واحدة من ألف لفواكه الإفريقية والتي تتميز بقشرتها السميكة برتقالية اللون المليئة بالقرون الصغيرة. يتكون لبها من مادة هلامية صفراء اللون مملوءة بالبذور. إليك أهم فوائد فاكهة الكيوان فيما يلي: غنية بمضادات الأكسدة، إنها مصدر غذائي غنية بمضادات الأكسدة ومنها الألفا تيكويفيرويل وفيتامين ألف وفيتامين جيم، بالإضافة إلى إنها مصدر لفيتامين ه وهو أحد أهم مضادات الأكسدة أيضا، وتساعد فيما يأتي: تعزيز صحة جهاز المناعة، المحافظة على صحة الأوعية الدموية والأعصاب، والتخلص من الجذور الحرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، المساعدة في إنتاج كريات الدم الحمراء، ومن المصادر الغنية بالحديد وهو المعدن الرئيس المسؤول عن تصنيع الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء، وبالتالي يزود الجسم بالحديد، يزيد من قوة الدم، يزيد من تصنيع الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء. وبالرغم أنه يحتوي علي الحديد يعد امتصاصه قليلا في الجسم، إلا أن تواجد فيتامين جيم في نفس الفاكهة يحسن من امتصاص الحديد، المساعدة في تخفيف الوزن، إن احتوائها على كمية كبيرة من الماء والمواد الكهرلية باء، حيث تصل نسبة المياه فيها إلى 88%، يلعب دورا مهما في ترطيب الجسم وأمتلاء المعدة في حال تناوب لها قبل الوجبات، كما تحتوي على كميات قليلة من الدهون، وهذا يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها في تخفيف الوزن. تساعد في تنظيم سكر في الدم بسبب احتوائها على المغنيسيوم الذي قد يكون له دور في تنظيم السكر، وذلك بسبب دوره الرئيسي في عمليات ضبط السكر والأنسولين في الجسم. ومع ذلك فالمزيد من الأبحاث لدراسات مطلوبة لإثبات فعاليتها في تنظيم السكر والوقاية من مرض السكري، المساعدة في الهضم بسبب محتويها على كميات عالية من الألياف، فإنها قد تساعد في تنظيم عملية الهضم وعلاج الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، الحفاظ على صحة البشرة، إن احتوائها على فيتامين جيم ومضادات الأكسدة يساعد في تعزيز صحة البشرة وتقليل الترهلات والتجاعيد من خلال تحفيز تصنيع الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، وهذه من فوائد مهمة للسيدات مفيدة للصحة العيون، غنية بفيتامين ألف الذي من شأنه تعزيز صحة شبكية العيون والحفاظ على صاد حتى النظر، كما يساعد فيتامين ألف أيضا على تعزيز المناعة في الأغشية المخاطية للأنف والحلق التي تعد خط دفاع مناعي أول. بالإضافة إلى الفوائد المذكورة، فقد تساعد علي تعزيز القدرات العقلية وتحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر، الحفاظ على صحة العظام وتعزيز صحة القلب. سووا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.